يا الله، السلام عليكم شباب، قواكم الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقه جديده، واليوم طلعنا بالصيد. بس الصيد والله قليل ما يسوى هسه، ورجعنا من وقت الساعه بالستة، ستة ونص رجعنا بسبب الحر. يعني تونا راجعين هسه، انا توني سويت المقدمه، والصيد مو ذاك الصيد، قليل والله ما يسوى هسه. بس شرجي تقتل يعني كلش والله العظيم، ماكو نسمه هواء، ردنا لنا شويه هواء ماكو. اعذرونا عن هاي الحلقة ما بيها صيد هواي، وراح انشرها ان شاء الله، نعوضكم بالحلقات الجاية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، رفعوا لنا شوية القناة، سووا لنا واهس. تحياتي لكم، تابعوا الحلقة. يا الله يا الله، اليوم بالليل نشتغل، صيد الليل عمي، صيد الليل عاش. كفو بالليل نشتغل بس وي، كفو والله كفو، يشتغل بالليل عمي، ما ارد اقول اني هو، خلوها سكتة عمي. برعوس ليلي، برعوس ليلي يشتغل حبيبي، ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآلي محمد. اليوم اشتغل بالليل، انت اشتغل الصبح. يا الله عمي، بعد ما كاشف الوقت، شوفوا انا غرفتي والله، بعد ما كاشف الوقت ان شاء الله راح. بس هنا شنو هنا؟ ها علاوي عجيب، مع الاسف والله نايم، متمدد شوي، نايم برعوس، خلصهن مو يا قايم لي ولقم. يا الله اوقف، بعدني بعدني بعدني، وهاي احلى شنوقه، هاي لعيونكم حبايبي، ماخذ بكاني، احلى هل 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 قاعد ترفس، شوف الصي عليك، صبح 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 صبح. يا الله يا الله، عاش علو عاش علو، جاوب برعوس جاوب برعوس، اللهم صل على محمد وآل محمد، عاش تيدك عمي، جاوبه والله العظيم، جاوبه جاوبه برعوس، توا طقاله وحده بالصبح، حطيناها هنا، هاي بعدها عدلها همين، هاي مات برعوس عمي، وهنا علاوي ما شاء الله، بس عشان قام مرتبه هاي، عشان قام مرتبه هاي، بعد ما كشف الوقت عمي، تستاهل. بس راح اجاوبه، هاي الخيوط تريد علاوي سبتيه شعيم شانك، قول شنو تريد؟ عملية جراحية. شنو ابويا بس ستهم؟ بس ستهم الصيدون؟ بس ستهم؟ احنا شنو ما نصيد؟ ما شاء الله راحت فلتت. الله اكبر لك يا والله حلوة. شوفوا شباب، كبيرة كبيرة، طبت السنارة بيدي، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. اللي جربت جر أبرعوس صار بيها جر. يا الله شباب، أصبحنا وأصبح الملك لله، مثل ما تشوفون طلع علينا الفجر، هنا علاوي شنو الأوضاع علاوي؟ والله تمام بالسوق. آه إن شاء الله تاكل هسه، ها هنا ويانا حميد، شلونك ابو الحميد؟ والله تاكل تاكل. اه اي والله، يلا الله خلينا نشوفك. والله كشف الوقت، وهاي حصيلتنا مثل ما تشوفون، هذا الشانقات حصلناهن من الساعة، هاي وحده وهاي الثانيه، هاي اصغر منها شويه، هذين اثنين، خلينا نشوف. وحده راحت من عندي، شفتوها بالتصوير، وهاي البواخر الحلوه والاجواء الحلوه، وان شاء الله اذا نصيد راح نصور لكم، تابعونا. بلوت. شنو؟ ولك هاي سودة، هاي هاي وين كشفت الفجر كلش؟ أسود؟ أسود يبقى أسود. يا الله عم الفجر اشتغل اشتغل يا معلو، علي كيفك علي كيفك أخوي، علي كيفك، عاش. شنو اليوم الخشن يشتغل علاوي؟ ايه ما تسمع كله صوت بكرة، عندك نقر بالأخيرة. ها؟ نقر. انا قبل اشمر الكاميرا ذا، انا باب الشر. الله الله الله، اي والله، وقال عندي نقر. اجاوبك اجاوبك، بس خوش شانقه شباب، شوفوا شلون حلوه بابا، بابا هاي ناس ما شاء الله، ايش سوي بق بق بق، شانقه خشنه مرتبه. طبعا كشف الوقت علينا مثل ما تشوفون، وان شاء الله الله يرزقنا ويرزق برعوش. وين خيوطك عمي؟ نلعب بيها ابوي احنا. يلا يلا، الله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله.
حي الله وسام. وسام هلا عيون برعوس. برعوس طلعت الشمس بعد علاوي. طلعت ايه لا طلعت الشمس. يا الله شلون هاي تخبل تخبل عيون برعوس هاي عمي يستاهل. طلعت الشمس واحلى شنوقه بالعكس. ايه اشتغل اشتغل عم اشتغل علو كفو ما شاء الله. هاي الشانقه المعدله هاي الشانقه توب التوب هاي واش هاي الثانيه على التوالي عمي تو خلي وحده هنا شوفوا يا الله شوفوا هاي تو صادها وهاي الثانيه على التوالي اشتغل على التوالي عمي والتضم صافين. تخيل عنديها اليوم اليوم كل شيء ماكل يوم برعوس ضل بالضيم. لا ليش نضل بالضيم والله بالضيم ضل هاي نا تفتر تفتر اسوي خمسات يمه شباب ومثل ما تشوفون هاي طبعا اخر دوبه بقت شالوهن كلهن ذني شوفوا هذا هذا الكرين اللي قلت لكم عليه قاعد يشيل الدوب شوفوا شلون شالهن يقصصهن قطع ويشيلهن وهاي بقت اخر دوبه هاي تقريبا شوفوا هاي الدوبه بقت يلا شباب اللي هنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم اليوم يوم 25 بالشهر 25/6 واليوم الجو نار يعني ما تحملنا هسه تقريبا الساعه 6:30 راح نرجع صدنا طبعا صيد قليل والله هو صيد موجود بس حاره ما نقدر ما قاومنا يعني الشمس قويه كلش والله وحاره وبوخه فراجعين للبيت وراح نراويكم الصيد يعني انت صورنا لكم وهسه راح نراويكم الصيد فان شاء الله نلتقيكم بحلقه جديده وفيديو جديد في امان الله شباب وهذا الصيد اللي حصلناه طبعا قصه حلوه نعمه والله شوفوها هاي قصه حلوه مرتبه يعني نعمه هاي حصلنا اليوم شوفوها طلع بعد اياكم هاي قصه مينه يعني قصه لا باس بيها هاي بعدها عدله والله تحوس هاي القصه بس الشمس شويه حاره والله ما قدرنا وشرجي فما قاومنا ما قدرنا نقاوم فراجعين للبيت احنا هسه تقريبا بس 6:30 والله كريم راح ننزل لكم هذا المقطع وبيصير قليل ان شاء الله بالجايات نعوضكم